خلينا ناخد على التليفون يا كريم الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لسيدات الطائرة، ولازم نبارك له في البداية. يا كابتن حمدي مبروك وألف مبروك، ويعني مش مستغربين برضو، خلينا نقول اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم نهواند وكريم بوجك. اهلا وسهلا، صباح الخير، وطبعا الله يبارك فيكم. الحقيقه بطوله امبارح كاس مصر طبعا سيادات النادي الاهلي في حضور الكابتن الخطيب كانت حاجه كويسه جدا، وحضور الكابتن الخطيب طبعا ادى دوافع كبيره للاعبات ان هم يحسموا البطوله الثانيه ليهم في الموسم الدوري. محترم جدا هذا الكلام، وعايزه بقى اروح مع حضرتك لنقطه، يعني لان بصراحه هو كان موسم صعب، ورغم ده كان في يعني مجهود رائع ومجهود واداء كمان متميز، خليني اقول، فكواليس اللي كانت حاصله عايزين نعرفها من حضرتك اكتر، ان السيدات عندنا في الطائره يحافظوا على هذا المستوى الرائع والمتميز كمان. يعني احنا بنتكلم ان احنا حصدنا هذه البطوله كمان بسهوله، يعني مجهود رائع، ولكن ما كانش فيه ند بند مثلا من فريق ما، يعني كان في عندنا نجاح مبهر خليني اقول، فعايزين نعرف كواليس ده ازاي وصلنا لهذا المستوى برضو يا كابتن حمدي. الحمد لله، يعني احنا الحمد لله وصلنا للمستوى دوت طبعا نمره واحد بالتزام اللاعبات والتزامهم في التدريبات بعد فتره التوقف الطويله. كان في اصرار على من اللاعبات ان لازم نرجع لمستوانا بسرعه خلال الشهر ونص اللي فات، لان كان عندنا حسم الدوري قبلها باسبوع وامبارح حسم الكاس، فكانت فتره صعبه جدا علينا ان في خلال شهر ونص نقدر نرجع لمستوانا، ولكن التزامهم الحقيقه والتدريبات الشاقه اللي اديناها بعد فتره التوقف واصرارهم الكبير وخبرتهم الكبيره، طبعا عندنا الفريق بيضم ثلاث اجيال، فريق شباب وفريق متوسط السن وعناصر خبره، كلهم الحمد لله اجتمعوا ان هم يقدموا سيمفونيه رائعه للنادي الاهلي ومحافظة على الألقاب المحببة ليهم يعني والجماهير النادي الأهلي. كلام محترم جدا، مرة تانية مبروك لحضرتك ومبروك لينا جميعا كابتن حمدي الصافي، بنشكرك جدا ومزيد إن شاء الله من التألق في الفترة اللي جاية، يعني حاجة جميلة أوي. اليوم بيفرق كده لما بنبدأ برضو أخبارنا مع حضراتكم وبيبقى فيه فوز لأي رياضة يعني في النادي الأهلي، إحنا كلنا بنبقى كده مبسوطين، فيا رب دايما بإذن الله. مرة دوري، مرة كاس، مرة بطولة أفريقيا، مرة كرة، بالظبط كده، صحيح والله. طيب